أبونا كميل بظل هالأعياد المجيدة والجو اللبناني الداخلي المشحون، شو هي رسالتك للبنانية؟ اولا لما نجيب سيره عيد الميلاد بنجيب السيره اللي مقابلها ممنوع الياس، مفروض يضل الامل والرجاء موجودين بقلوب العالم، واكبر معجزه يعطينا اياها الله انه بعدنا قادرين نستمر لهلا بالرغم من كل الظروف اللي عايشينها. هذا الامر ما بيجي بالصدفه، هذا الامر بيجي لانه الله لما اجى على الارض اجى ليقلب الشر كله الى خير كله.